السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناقض العاشر من نواقض الإسلام ألا وهو الإعراض والصد والند وعدم السماع للحق. أما وهذا الإعراض فهو نوعان، هناك إعراض تدين والإنسان يعرض ولا يريد سماع الشيء من باب التدين، كما ننهى مثلا الناس مثلا أن يقرأوا التوراة أو أن يقرأوا الإنجيل أو أن يستمعوا لأهل الإلحاد أو يسمع، هذا إعراض تدين. أما إعراض العناد وهو أن يعاند الإنسان فلا يريد سماع الحق، فهذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، فجعلهم مجرمين سبحانه وتعالى. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولما جاء طفيل بن عمرو رضي الله عنه يريد مكة، منعه أهل مكة من سماع النبي صلى الله عليه وسلم وأمروه أن يحذره وأن لا يسمع منه، حتى يقول: وضعت الكرسف في أذني، يعني القطن في أذني، حتى لا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فالإعراض الذي هو الكفر هو الإعراض عنادا وكبرا، بهذا يكون الإنسان كافر. وبهذا يتم الكلام عن نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وهي مجرد أمثلة، وإلا هناك نواقض أخرى، والأمر كما قلنا في بداية حديثنا: نواقض قولية، نواقض فعلية، نواقض شكية، نواقض اعتقادية، وإنما ذكر أمثلة رحمه الله تبارك وتعالى لهذه النواقض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وإياكم من ذلك، وأن يجعلنا هداة مهتدين على الصراط المستقيم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.